هو كان في كان في احد امراء المؤمنين وهو ابو جعفر المنصور، وكان بي بي يعني بيتحدى كل الشعراء انهم يجيبوا قصيده لا يعلمها، ولكن كان ورا الموضوع ده حيله. الحيله دي ان ابو جعفر المنصور كان بيحفظ وسريع الحفظ جدا، لدرجه ان اي شاعر يجي يقول له القصيده كان يحفظها من مره واحده، وكان عنده جاريه بتحفظها من مرتين، وكان عنده عبد بيحفظها من ثلاث مرات. هذا الرجل كان بيجيب اي شاعر ويقول الشاعر القصيده، فطبعا اول ما ابو جعفر المنصور بيحفظها بيسمعها من اول مره، بيحفظها من ثلاث مرات والطفل بيحفظها من مرتين، فكان ابو جعفر المنصور يحفظها وبعدين يقول له اذا كنت انا حفظتها ويروح قايلها له، فالرجل ما يصدقش ده لسه قايلها ومحدش قالها قبليه، فتكون الجاريه سمعتها، فالجاريه تروح قايلها هي كمان، وبعدين يقول له انا يعني انا مش انا مفاجئ يعني زي انتوا القصيده دي اتقالت قبل كده، فبعدين يقول له لا وكمان عندنا عبد حافظها، يروح جاي العبد طبعا سمعها من ابي جعفر المنصور وسمعها كمان من الجاريه فيكون حافظها من مرتين، فيروح قايلها، فالرجل تضيع عليه الجائزه، لان ابو جعفر المنصور كان بيعمل جائزه لاي واحد يجيب قصيده لم تقل من قبل، وكانت الجائزه عباره عن وزن القصيده من الـ من الـ من الـ الكتب او من الورق، يحط قدامها ذهب والشاعر ده ياخد الذهب، وطبعا ما فيش اي شاعر فلح انه ياخد هذه الجائزه لهذه الحيله اللي كان بيعملها ابو جعفر المنصور. لكن واحد بس من الشعراء تغلب عليه وهو الاصمعي، قال له قصيده يعني هي مشهوره ولكن يعني هنسمعها دلوقتي من مسلم، وركزوا معانا علشان تعرفوا الاصمعي قال ايه، وهي اسمها صوت صفير بلبلي. هنسمعها بقى من مسلم ونحاول نركز الاصمعي قال ايه، وبحيله عظيمه جدا ابو جعفر المنصور ما قدرش يحفظها. ليه ما قدرش يحفظها؟ ولا الجاريه قدرت تحفظها ولا العبد قدر يحفظها؟ هنعرف دلوقتي لما يقول لنا مسلم. اتفضل مسلم بقى وعلي صوتك عشان المشاهدين هيعرفوا يعني يعرفوا معناه. صوت صفير البلبل هيج قلب الشمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ونول لي، فكم تيمني غزيل عقيق قد قفته من وجنة من لسن ورد الخاجل، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مارولي، والخود مالت ثارب من فعل هذا الرجل، فويلت وويلت ولي ولي يا ويلذي، فقلت لا تويلي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا إن أبوجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفي، أزكى من القرنفل في وصف بستان الحلي، بالزهر والسرور لي والعود دندن لي، والطبل طب 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 لي طب 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 لي، والرقص قبائلي والسقف سق 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 لي، ولو تراني شوى شوى وشاهش على ورقص فرجلي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على سلاسة كمشية العرنجل في السوق في القنقلل، والكل كعكعكعكع من خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا والناس تركب جاملي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل، أجر فيها ماشيا مبغضدا للزيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زغرفت يعجز عنها الأدبل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل، تفشحط الفشحاط في حشف الحفا برباط كهل فست كل البعبل، والهيهلوب الهيهلوب تهجعت كابر قع العنقلوت الظنفل، أذج ذلول أزغفي زفازف هزف يوز الناديات الصرافية. وطبعا انتوا عاوزين تعرفوا ايه معنى الكلام دون، لو عاوزين تعرفوا ايه معنى الكلام دون
تابعوني على قناة الرحمة في برنامج ثابت على قناة الرحمة اسمه عظماء صبا. اسمه عظماء صبا ان شاء الله سبحانه وتعالى. لا فضل فيك يا مسلم. وطبعا الكلام مش محتاج شرح يعني الكلام سهل جدا. احنا يعني ان شاء الله تحية تهنئة مقيلة بالورد والريحان إلى شيخنا المحسن محمد حسان الشيخ أمين كمان. الله يكرمك. والسلام عليكم ورحمة الله. ربنا يبارك لك يا مسلم. جزاك الله خيرا وجزا أباك اللي حفظك وأكرمك بهذه التربية الجميلة. الحقيقة يعني الكلام طبعا الأصمعي يحاول يجيب كلام صعب جدا ما حدش يعرف يحفظه. وطبعا طلعت القصيدة دي والرجل أبو جعفر المنصور كان عامل جايزة للي يجيب قصيدة لا يستطيع غيره انه يقولها وما تحفظش قبل كده بوزنها ذهب. وحط ابو الاصمعي نقاشها على عمود رخام. فلما فشل ان هم يحفظوها ابو جعفر قال له طب فين القصيدة بتاعتك عشان وزنها لك ذهب. قال له نقشتها على عمود رخام قد ورثته من ابي. يعني 10 ما ادريش شلو وزن الرخام ده ذهب وخد كل الذهب اللي في الخزنة